نستوضح الصورة بشكل أكثر من خلال العميد مارون خريش الخبير العسكري والاستراتيجي، ينضم إلينا الآن من بيروت. سيادة العميد، في البداية أرحب بك وأبدأ معك بهذا المشهد معنا الآن على الهواء، تجدد هذه الغارات. هل إسرائيل متعثرة في مواجهتها مع حزب الله وترسانة الحزب الصاروخية تشكل مخاوف بالنسبة لها؟ يا سيدتي، كل حرب وكل معركة لها أثمان، والظاهر أن العدو الإسرائيلي يدفع ثمنا باهظا من مخططاته التي رسمها للبنان، وهو اعتقد أن بقتل الصف الأول أو والصف الثاني أو أن يحذف 4 أو 5 آلاف على المسؤول على الأرض يستطيع أن يسيطر على المعركة وعلى لبنان. وأنا يعني من دراستي للمقاومة اللبنانية، المقاومة اللبنانية أعلن السيد حسن نصر الله رحمه الله أعلن أنه إن المقاومة عديدها تقريبا 100 ألف. 100 ألف يعني أن هناك تقريبا 20 ألف مسؤول، وهؤلاء المسؤولين هم أو المسؤولين الأول أو الذين يلونهم في المسؤولية. ومتى قضى المسؤول يستلم من هو في المسؤولية، يعني معه في المسؤولية. وهكذا نرى أن حزب الله لم يتأثر، يعني العديد والإمرة لم تتأثر كثيرا. نأتي الآن إلى الجبخانة العسكرية. قال الأمين العام أيضا أنه يملك 150 ألف صاروخ. سيادة العميد، أستكمل معك هذا الحوار وهذه القراءة في المشهد الحالي بعد أن أقرأ هذا النبأ العاجل، حيث أفادت مراسلتنا بدوي صفارات الإنذار في حيفا شمال إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرة من الأراضي اللبنانية. إذن أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بسماع دوي صفارات إنذار في حيفا شمال إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرة من الأراضي اللبنانية. أعود إليك مرة أخرى سيادة العميد وأستكمل معك هذه النقطة، وتعقيبا أيضا على هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا الآن، كيف تربطه بالأحداث؟ الخبر الذي قرأ الآن من قبلك يدل على أن ترسانة حزب الله تأثرت طبعا، ولكنها لم تتأثر بالقدر الذي يتمناه العدو الإسرائيلي. صعب كثيرا على العدو الإسرائيلي أن ينال من الترسانة الموضوعة، ربما في أنفاق، ربما أكداس على الأرض مخبأة، هناك أماكن خداع يضربها العدو الإسرائيلي وتكون فارغة. طبعا البنك الأهداف كان تقريبا 150 ألف هدف، والآن أصبح العدو الإسرائيلي شن أكثر من 150 ألف غارة على هذه المراكز. ولكن يتبين أن حزب الله ما زال يحتفظ على الأقل ب70% أو 80% من ترسانته، وهو طبعا بالرغم من الحصار الذي فرض على لبنان من المعابر البرية والمعابر البحرية هو ما زال يتمول بالذخيرة والأسلحة والصواريخ طبعا من إيران عبر سوريا، أو هو طور صناعة صواريخ في لبنان واستطاع مثل ما فعل المقاومون في حماس، استطاع أن يعني يطور صواريخ أو
يصنع صواريخ حتى، وحزب الله ما زالت قوته العسكرية كبيرة، وهو يدير هذه القوة بشكل ممتاز. لست أنا الذي أتكلم، بل العدو الإسرائيلي يصرح بذلك، وجميع المراقبين بالإدارة النار التي يقوم بها المقاومون في لبنان من الجنوب إلى الشمال إلى البقاع، وهذا ما نراه يعني. والخبر الذي قرأتيه الآن عن المسيرة، هذه ليست أول مسيرة تستطيع التسلل بدون أن تكشف من قبل الرادارات والقبة الحديدية. يظهر أن هذه المسيرات فيها يعني تشويش على الرادارات، أو هي لا يستطيع الرادار لانخفاضها أن يراقبها، أو لا يستطيع أن يتعرف عليها كهدف، لأنها مصنوعة من غير معدن يمكن أن يكشفه الرادار. هذا ما نراه نحن المحللون، وأنا سمعت كثيرا من التحليلات، ليس مني فقط بل من الكثير من المحللين العسكريين الذين يظهرون على الشاشات كل يوم هذه المقولة. وسوف يمر وقت طويل لكي يضعف حزب الله إذا كان العدو الإسرائيلي سوف يستطيع أن يتابع. الآن ماذا يفعل العدو الإسرائيلي على الجبهة وفي الداخل؟ هذا هو المهم. إذا سألت هذا السؤال، نستطيع أن نقول بأن العدو الإسرائيلي الآن يتجمع في بقع تجمع للقتال، وهو أخذ التشكيلات القتالية لكي يهاجم لبنان ولم يستطع، لأنه لا يدري أنا أعتقد أنكم تسمعونني. نعم. لم يستطع بتقنياته الفضائية والجوية وكل التقنيات أن يكشف أماكن أو جهازية الدفاع للمقاومين. في الواقع ليس هناك جهازية للدفاع. نعم، وصلت الفكرة سيادة العميد، وصلت الفكرة. شكرا العميد مارون خريش، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. شكرا على هذه القراءة في المشهد الحالي.